بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومربي الأجيال والأمة سيدنا محمد الرسول الأعظم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد نجد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أو من ليس له أحداث كثيرة، فقد تجد للصحابة ولبعض الصحابة أعمال قليلة، ولكن هذه الأعمال القليلة حينما يقف معها الإنسان المسلم فيجد فيها الخير الكثير، ولأنها تتعلق بالدين، ولأن كل صحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا، حبا، اقتداء، تأسيا. لذلك كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يعرفه وأن يقف معه وأن يقرأ له، لأن قراءة سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيء عظيم. وهناك من الصحابة من لا يعرفه إلا خاصة الناس، أي عامة الناس لا يعرفونه، هناك صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرفون كم عدد الصحابة الذين دفنوا في البقيع؟ إنهم 10,000 في بقيع فقط. فما عدد الذين خرجوا وانتقلوا وسافروا وماتوا في الأمصار وفي الجهات الأخرى؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة الذي سنقف معه وليس له أحداث كثيرة، لا، لكنه يمثل نموذجا رائعا في الخلق الرفيع والعمل الجليل، إنه الصحابي زاهر ابن حرام الأشجعي. وقليل من يعرف هذا الاسم وهذا الصحابي، زاهر ابن حرام الأشجعي. هذا الصحابي، هذا الرجل كان يسكن البادية، كان يسكن البادية، حجازيا ويسكن البادية، وكان دميما، أي صفته دميمة، أي ليس بجميل، ليس جميلا، صفته دميمة. والصحابة حينما ينقلون، أو أهل التاريخ أو السير حينما ينقلون سيرة الرجال، إنما ينقلون كل الصفات، حتى إذا كان جميلا أو دميما أو سمينا أو رقيقا أو نحيفا، فكل هذه الصفات ينقلونها لنا حتى نتصور هذا الرجل الذي نتحدث عنه. إذن من هذا الرجل يسمى زاهر ابن حرام الأشجعي. حرام هو أبوه. فكان يسكن البادية، وكان يأتي إلى المدينة، المدينة المنورة الذي انتقل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل البادية لا بد لهم أن يأتوا إلى المدينة، لأن حوائجهم وما يبيعونه وما يشترونه لا بد له من المدينة، لأن البادية تكمل المدينة والمدينة تكمل البادية. لا، يعني لا يمكن للبادية أن تستغني عن المدينة، ولا المدينة أن تستغني عن البادية. فأهل المدينة يصنعون، وأهل البادية يحرثون ويزرعون
فأهل المدينة يأكلون مما بأيدي أهل البادية، وأهل البادية يلبسون مما يصنع أهل المدينة، لباس وأواني وأثاث وغيرها تصنع في المدن. يسمى البادية القرية البادية، والمدينة تسمى الحاضرة الحاضرة. ولذلك يقال في علم الاجتماع المدار الحضاري، معنى أنه في المدينة حاضرة، حاضرة المدينة. فهذا الرجل إذن كان يأتي إلى المدينة، والميزة التي في هذا الرجل الصحابي الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كل صحابي إلا وكل رجل هكذا، لأن الناس ليسوا سواء في البنية الجسدية، ليسوا سواء في قوة التفكير وقوة العقل، ليسوا سواء في الأهداف، فالناس تختلف، ليسوا سواء في الكرم، هناك أشحاء بخلاء وهناك كرماء، هناك من له صفة العزة وهناك من يتصف بصفة الذلة، وهكذا الناس يختلفون، هناك من هو جبان وهناك من هو شجاع، الناس طبائعهم تختلف من شخص إلى آخر. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم في القوة وفي الكرم فيتفاوتون، وإلا فصفاتهم واحدة، إذن الناس يختلفون. هذا الرجل كان يأتي من إذن زاهر بن حرام الأشجعي، يأتي من البادية، فكلما أتى من البادية إلى المدينة إلا ولا بد أن يأتي بشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتاه بطرفة أو هدية، ما يأتي يوم من البادية إلا ويأتي بطرفة أو هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فيقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حينما يعود ويرجع هذا الرجل فيجهزه فيقدم له الهدايا ويعطي له ما يحتاج إليه أهله. إذن بالمقابل ماذا؟ بالإحسان، يعني من أحسن إليك فأحسن إليه. والهدية دعا إليها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. الهدية هي طريق للألفة والمحبة ونشر المودة بين الناس، وهذه علامة على الصفاء ونقاء السريرة. الهدية هذه معروفة لدى الناس أجمع، والإسلام أكد عليها ورسخها في الناس، تهادوا تحابوا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويأكل من الهدية ولا يأكل الصدقة، ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الصدقة، معنى الزكاة، زكاة أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فيقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رجع هذا الرجل فيهدي له ويجهزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني من أحسن إليكم وفعل معروف لكم فكافئوه، أي ردوا له المثل الجميل، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، يعني ادعوا له جزاك الله خيرا وأحسن إليك حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولذلك الإحسان والهدية باب واسع في الإسلام وفي تعاليم الإسلام، وأكد عليها الإسلام. إذن فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا من البادية، مثل اللبان، مثلا الخضروات، الفواكه، كل ما يوجد في البادية عنده إلا وكان يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
عنه إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. إن زاهرا باديتنا، كيف انظروا كيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بالإحسان، كيف يقابل الجميل بالجميل، كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخير، كل من فعل خيرا سواء كان قليلا فيقابل بمثلها أو أكثر، فكل في موقعه، كل في مكانه، ذاك يجاهد ويحمل السلاح في سبيل الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يعلم الناس، وذاك يرسله لمهمة، وذاك يحرص، وذاك كل واحد من صحابه يقوم بدوره، فهذا يقوم بهذا الدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عنه؟ يقول إن زاهرا باديتنا، أي باديتنا نحن. هناك من يكسب الهكتارات من الأراضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول زاهر هذا باديتنا، أنا لست لأرض بالبادية، ولكن لي هذا الرجل، هذا الصديق وهذا الصاحب في البادية، فهو باديتي، أي ما يكون في البادية فيطعمني به أو يهدي لي منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زاهر باديتنا ونحن بالمقابل وهو ونحن حاضروه. نحن حينما نحتاج إلى شيء في البادية فلنا زاهر، وهو حينما يحتاج إليه أو لا يحتاجه والنبي صلى الله عليه وسلم يجهزه قبل أن يطلب فنحن حاضروه. وهنا حكمة، أن إذا كنت تأكل أو تقبل الهدايا من الناس أو تأكل عند الناس أو تكون دائما عند ضيف، تكون ضيفا عند شخص، فكن في المستوى الذي تكرم به، فكن مثله أو أشد، فلا تدخل بيوت الناس دائما وأنت لا يدخل إليك أحد، وأنت دائما مدعو ولا تدعو إلى بيتك أحد، وأنت تقبل الهدايا ولا تهدي لأحد، ولا تهدي لأحد. إذن فأكرم كما تكرم، اهدي كما يهدى لك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كثير الإكرام، كثير الهدايا صلى الله عليه وسلم. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق، فحينما نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله والتفاني في خدمة الإسلام والتضحية من أجل خدمة الإسلام وقيام الليل وصيام النهار، ولكن كانوا لا ينسون أمور الدنيا، فكانوا يدخلونهم كذلك الأسواق، ولكن أسواق إيمانية، أسواق بالإيمان، أسواق بالإسلام، أسواق يعرفون فيها الحلال والحرام، أسواق الصحابة لا غش ولا خداع فيها، إنما فيها الصدق، فيها الصدق، فيها ثقة، فيها المسامحة. ربي رحم الله امرأ عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق لحاجة، فيدخل السوق، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق ورأى من بعيد هذا الرجل وهو زاهر، أتى يأتي من بالبضاعة من البادية فيبيعها في المدينة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه ويمازح أصحابه ويبتسم في وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل، هذا زاهر كان يحبه، فأتى من الخلف فأمسكه بالوسط، هكذا كما يفعل الإنسان حينما يحب له صديق، فيأتي من الخلف فيغمض عينيه أو يمسكه من الخلف ويحتضنه، وإذن هذا الإنسان المحتضن فيحاول أن يعرف من المحتضن له، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاهر يقول أرسلني، من الذي أمسكني؟ أرسلني أرسلني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما كان يلمس يدي فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيديه بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة كالمسك، يفوح عطرا، يفوح مسكا صلى الله عليه وسلم. والتفت
إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول له: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويمتسم. قال له: يا رسول الله، إذا والله تجدوني كاسدا بائرا، كاسدا يعني أي لا أباح، يعني البضاعة الكاسد يعني الناس لا تهتم بها، لا يهتم بي أحد ولا يشتريني أحد لدمامتي، وماذا أفعل له وماذا أقدم له؟ إذن والله تجدوني كاسدا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى له من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف هو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع رد الأمور إلى الأصلي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. فقال له: ولكن أنت عند الله غال، ولكن أنت عند الله غال، وفي رواية: ولكن أنت عند الله ربيح، ربيح، أنت عند الله لست بكاسد، مكانتك عند الله كبيرة. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه من أولياء الله، من أولياء الله. ولذلك ولي الله، ولي الله لا يشترط فيه الجمال ولا الحسن ولا الثياب الفاهرة ولا الثقافة الواسعة ولا العلم الكبير الواسع، وإنما ولي الله يشترط فيه أمران اثنان: الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. فهذا ولي من أولياء الله، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة: أنت لست عند الله بكاسد، أنت عند الله غال، أنت عند الله ربيح. فالفوز هو أن يبشر الرجل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه، ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه إلا الحق، كما كان يفعل ذلك حتى مع الأطفال، حتى مع الصبية. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان يمر على أخيه أبا عمير، يمر عليه وله طير، طائر، هذا أبو عمير له طائر يلعب به، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ وكانوا يسمون الحيوانات بالأسماء، يلقبونها بالأسماء. ماذا فعل النغير يا أبا عمر؟ يقول لأنس: يا ذا الأذنين. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الصالح عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست له أحداث كثيرة ولا كبيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له ويجهزه. فهذه منقبة عظيمة لهذا الرجل. وانتقل بعد ذلك إلى الكوفة، وقيل مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم احشرنا معه في جنات النعيم، احشرنا مع الصحابة أجمعين، يا رحمن يا رحيم، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.